اليوم الاحتفالات المخلدة لعيد العمال المصادفة لأول ماي، حضرتوا معنا برنامج لإحياء هذه الذكرى، ذكرى عندها مغزى كثير. حاولنا نجمع في هذا البرنامج ما بين وحدات اقتصادية عمومية، حضرتوا معنا في مجمع أغروديف، مؤسسة استراتيجية عندها وظيفة أساسية ألا وهي يعني توفير مادة أساسية للمواطن فيما يخص السميد والمطاحن بصفة عامة. وكانت مناسبة لنا باش كرمنا بعض العمال والعاملات على مستوى هذه الوحدة. الاقتصاد الوطني ماهوش قطاع عمومي وفقط، كذلك في هذا المجهود الوطني هناك مؤسسات اقتصادية للقطاع الخاص قاعدة تساهم كذلك في المجهود التنموي الوطني. زرنا عينة من هذه الوحدات اللي تخوض في عدم الصناعة لهدف أول هو كذلك تقاسم هذه المناسبة مع العاملات والعمال.